بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الاول من المحاضره بتاعتنا النهارده ان شاء الله هناخد فيه السيربيلم، دي الساعه الاولى. الجزء الثاني من المحاضره بامر الله هراجع لكم على البيزل جانجلي بتاع المحاضره اللي فاتت، وفي ناس كانت طلبت مني الليجن يعني بتاع البيزل جانجلي وخصوصا الباركنسونيزم، قالوا لي انتوا خدتوه في النورولوجي بس ما نزلكوش المحاضره، فانا هشرحه للفهم بس مش للامتحان. يعني ما عندنا في الفسيولوجي يا جماعه مش هنجيب ان شاء الله اي ليجن يعني. لما نيجي الاول نبص على السيربيلوم، احنا طبعا مستمرين في ايه؟ احنا مستمرين في الفولنتري موفمنت بس على مستوى السب كورتيكال ليفلز، لان الكورتيكال ليفل اللي هو اريا 4 او البرايمري موتور كورتكس اند بري موتور كورتكس، ودي ان شاء الله المحاضره الجايه. احنا لسه بنجهز او بنحضر للفولنتري موفمنت، فاهميني؟ المحاضره اللي فاتت عرفنا مين اللي بيخطط، اللي بيخطط للموفمنت البيزا الجانجلي، تمام؟ وبعد ما بتخطط للموفمنت بتعمل ايه؟ بترجعها مره ثانيه للسريبرال كورتكس عشان تبدا تنفس للموتور كورتكس. زي ما انا قلت لكم كده بسرعه يا جماعه، بالظبط البيزا الجانجلي دي المدرب بتاع فريق الكوره، مدرب فريق الكوره الكوتش. ازاي بقى؟ هو اللي بيحط الخطه الاول، حضرتك هتلعب الناحيه دي، انت هتلعب الناحيه دي، انت هتلعب كده، انت هتلعب وهكذا، وبعدين بتبدا اللعيبه تنفذ في الملعب الاوامر اللي هي جات له من المدرب. طيب لو مفيش مدرب، سؤال بس، لو مفيش مدرب اللعيبه هتلعب ولا مش هتلعب؟ هتلعب. ليه؟ ما احنا طول عمرنا بنلعب من غير مدربين يعني، وبنلعب عادي. هتلعب بس هتلعب من غير نظام. حضراتكم ده معنى كلمه سب كونشس ليفل، يعني انت ما انتش اوير بالحركه دي بتحصل ازاي. هي البيزا الجانجليا طلعت الديسشارج بتاعها اصلا قبل ما الموفمنت تبدا. انا المفروض الاول بحط الخطه وبعدين ابدا انفذ، مش العكس، مش انفذ وبعدين احط البلاننج. انت خدت بال حضراتكم يا جماعه؟ فهي البيزا الجانجليا اللي قالت للكورتكس انت هتبداي تعملي كذا وتعملي كذا وتتحركي في اتجاه كذا وباترن، زي ما خدناها المحاضره اللي فاتت بالظبط. هتبدا بقى الكورتكس النهارده هتبدا بقى الكورتكس تنفذ بناء على مين يا جماعه؟ على البلان اللي جات لها منين؟ من البيزا الجانبي. هل السيربيلم عندي ليه دور ولا ماليش دور؟ ده اللي هنشوفه بقى حالا دلوقتي. طب انا هبدا انفذ الموفمنت، انا كسيربيلم دوري ايه في الموضوع ده كله؟ تعالوا نشوف. الاول طبعا السيربيلم اناتوميكالي بيكون من 3 لوبس، بينهم برايمري فيشر لوب وبوستر لاترال فيشر، انتيريور لوب، بوستيريور لوب اللي قدام حضراتكم بالالوان دي، وفي سمول لوب موجود كده اسمه فلوكيلو. ايه يا جماعه؟ فلوكيلو نودولار لوب. تمام. لما بنيجي نبص عليه كده بيبقى ليه جسم زي جسم الفراشه، زي ما قدام حضرتك كده، ميد لاين ستراكشر اسمه فيرمس. كلمه فيرمس دي يعني جسم الفراشه، وحواليها سيريبيلر كورتكس. اوكي، الفيرمس والجزء اللي حواليها 2 3 سم من السيريبيلر كورتكس دول بنسميهم الباليو سيريبيلم، والاطراف بنسميهم نيو سيريبيلم زي ما نشوف حالا دلوقتي. طبعا السيريبيلم كونكتد بالبرين ستيم عن طريق حاجه اسمها بيدانكلز، سوبيريور مع ميد برين، ميدل عكوز، انفيريور مع ايه يا جماعه؟ مع المظله اوبلونجاتا. اهميه البيدانكلز دي ايه؟ ان كل الافرنت والايفرنت اللي داخل وخارج من السيربيلم من خلال هذه البيدانكلز. توبوجرافيك برزنتيشن لما بنيجي نبص، هو في برضه السيربيلم زي السيريبرال كورتكس برضه فيها ماب، زي ما حضرتك شايف كده فيها ماب برضه، الجسم كله موجود يا جماعه موجود فيها، بس طبعا ما بتبقاش بنفس الاكيورسي اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الموتور كورتكس زي ما نشوف بعدين بامر الله. From the functional point of view بقى، من الناحية الوظيفية، السيربيلم كان بيقسم قبل كده إلى what's called archi cerebellum أو بنسميه the oldest cerebellum، paleo cerebellum أو old cerebellum and new cerebellum، يعني القديم جدا، القديم ثم الحديث. التقسيمة بقى بتاعت archi وpaleo and new خلاص اتشالت من التكست بوكس كلها، بقت تقسيمه السيربيلم على حسب الكونكشنز بتاعتي. بمعنى الجزء اللي كان بيسمى زمان الاركي سيربيلم او الفلوكونودولار لوب هو كونكتد بالفيستيبولار اباريتس. هنشوف دلوقتي حالا الكونكشن.
الفيستيبولار اباريتس اللي موجود في الانر اير. عشان كده الاسم الجديد بتاعه يا جماعه زي ما حضرتك شايف فيستيبولو سيربيلم. طيب الباليو سيربيلم هو كونكتد بالسباينال كورد، مين اللي بالسباينال كورد؟ عشان كده بنسميه سباينو سيربيلم. طيب نيو سيربيلم هو كونكتد مينلي بالموتور كورتكس او بالسيريبرال كورتكس، عشان كده بنسميه كورتيكو سيربيلم. يعني التقسيمه الجديده بتاعت السيربيلم مش على اساس الاولدست اولد اند نيو، لا هي على اساس يا اخوانا على اساس الكونكشن. اهو لما نيجي نبص شايف دي الفيرمس اهي اللي هي جسم الايه؟ جسم الفراشه فيرمس، وحواليها الاثنين 3 سم دول من السيريبيلر كورتكس. ده كان زمان اسمه يا جماعه زي ما اتفقنا باليو سيربيلم، لكن الاسم الجديد بتاعه ايه دلوقتي؟ سباينو سيربيلم. بقيه السيربيلر كورتكس الجزء ده والجزء ده، ده كان اسمه القديم نيو سيربيلم، لكن دلوقتي اسمه كورتيكو سيربيلم. الفلوكو نودولار لوب او الارك سيربيلم اسمه الجديد فيستيبيلو سيربيلم. دي اللي هي البارتس بتاع السيربيلم. السيربيلم طبعا زيه زي البريم برضه بيتكون من جراي ماتر اند وايت ماتر. امبيدد في الوايت ماتر في 3 نيوكلياي، نيوكلياس اسمها دينتيت نيوكلياس، دينتيت يعني مشرشره عامله زي السله. فاستيجيال نيوكلياس موجوده ميديالي، وفي انتربوزيتس اللي هي موجوده ما بين الاثنين. الانتربوزيتس دي اللي هي الامبوليفورم اند جلوكوز. النيوكلياي ده يا جماعه هي اللي ريسيفز الانبوت وهي اللي بيطلع منها الاوتبوت. خدتوا حضراتكم؟ لكن يعني زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، احنا كنا الحاجات دي قبل كده في الفسيولوجي كانت بتشرح بالتفصيل. خلاص خلاص الجزء ده بقى هيستولوجي واناتومي، ده مش مهم بالنسبه لي خالص. مش مهم بقى اعرف الدنتيت فين والكلام ده فين، لا انا اهم حاجه الكونكشن، ابقى عارف ان في افرنت وفي افرنت، ده المهم بالنسبه لي. يعني كنا زمان بنحفظها كده عشان تحفظ اسامي النيوكلياي دي، تعرف الاماكن بتاعتهم فروم ذا لاترال تو ميديال عشان ما تنساهمش. يقول لك دونت ايت جريزي فود، شايفين ده يا جماعه؟ دونت ايت جريزي فود، دي اللي هي لاترالي الدنتيت. تعالوا نشوف مكانها كده اهي، ادي السيريبيلر كورتكس. تعالوا نشوف النيوكليون اهم، بصوا كده معايا، ادي فروم لاترال تو ميديال، دي اللي هي الدنتيت. دونت ايت اللي هي الامبوليفورم، جريزي جلوبوز فود اللي هي الفاستيجيال، فاهم؟ فاحنا خدناها من اللاترال للايه؟ للميديال. دي انترنال ستراكشر اوف سيربيلر. تعالوا بقى نبدا الجزء بتاعنا الفسيولوجي اللي هو كونكشن اوف ذا سيربيلر. زي ما اشتغلت في البيزل جانجلي بالظبط هشتغل في سيربيلر. لو حضراتكم وان كنت اشك يعني ان انتوا سمحتوا محاضره البيزل جانجلي، سمعتوها؟ طيب تمام. انا في البيزل جانجلي شرحت ازاي؟ خدت كل كونكشن بالوظيفه بتاعته وفي الاخر جمعت كل الوظائف. انا في الفسيولوجي مش هجيب لك خالص كونكشن عشان تريح دماغك، مش هنجيب لك اي كونكشن. الكونكشن ده اناتومي، بيور اناتومي. انا كل اللي مطلوب منك اللي هو الفانكشنز، يعني هنطلع من المحاضره بتاع النهارده ايه وظيفه السيربيلم، بس مش اكتر من كده. بس انا عشان افهم الفانكشن بتاعت السيربيلم لازم افهم الكونكشن، هو كونكتد بايه. تمام، تعالوا نشوف بقى الكونكشن بتاعت السيربيلم. انا قسمت السيربيلم الى 3 اجزاء، الفيستيبيلو سيربيلم اوكي اللي هو الفلوكونيدولار لوب، الباليو سيربيلم، والنيو سيربيلم. تعالوا نشوف بقى كل جزء من ده كونكتد بايه عشان نفهم الوظيفه بتاعته. سيبكم من الكتاب وخليكم معايا، تعالوا نشوف. لما نيجي نخش الاول على الفيستيبيلو سيربيلم، هو التقسيمه في الفسيولوجي اسهل بكتير من التقسيمه بتاعت الاناتومي، لان انا لما اجي اقول لك الجزء ده كونكتد بايه من اسمه، حتى ممكن استنتج وظيفته من اسمه فيستيبيلو سيربيلم. يبقى كونكتد بايه؟ بالفيستيبولار اباريتس اللي انتوا لسه ما خدتوش طبعا. الفيستيبولار اباريتس ده ان شاء الله هناخده في السبيشال سنس بامر الله. عباره عن ايه الفيستيبولار اباريتس؟ تعالوا نشوف الكونكشن اللي قدامي ده يا جماعه. عندي في الانر اير، الانر اير لها وظيفتين. الوظيفه الاولى اللي بتقوم بيها الكوكليا وبيطلع منها النيرف which is called cochlear nerve، ودي المسؤوله عن السمع، عن الهيرنج. ده الجزء الاول في الانر اير، القوقعه بتاعت الودن. تمام. الجزء الثاني في الانر اير اسمه فيستيبولار اورجن. اسمه ايه يا اخوانا؟ فيستيبولار اورجن. ودي وظيفتها زي ما كنا بناخد في ابتدائي لو فاكرين كانت ايه؟ ايه ايه وظيفه الفيستيبولار اورجن بتاع الانر اير؟ البالانس او الايكوليبريم. عشان كده في درس كبير عندنا في الكتاب اسمه
equilibrium. اوكي النيرف اللي طالع من الفيستيبولار اورجان يبقى اسمه اخوانا فيستيبولار نيرف. عشان كده النيرف نمبر 8 is called vestibulocochlear nerve. هو تو نيرفز وليس وان نيرف. تو نيرفز مالهمش اي علاقه ببعض تماما يا جماعه، مالهمش اي علاقه ببعض. كل المرتبط بينهم هم طالعين منين؟ من الانر اير، من خلال ميتس اسمه انترنال اوديتوري ميتس، يخش بعد كده على البرين ستيم، كل واحد يروح في سكته. الكوكليا بتكمل الباث واي بتاع الهيرنج، والفيستيبولار اورجان بيكمل الباث واي اللي قدام حضراتكم دلوقتي. عباره عن ايه بقى الفيستيبولار اورجان ده؟ بيكون من 3 سيمي سيركلر كانالز، 3 سيمي سيركلر كانالز، حاجه اسمها يوتريكل اند سكيول. طبعا ده غير الكوكليا خالص زي ما اتفقنا. انسى الكوكليا من دماغك خالص، طلع الكوكليا من دماغك، القوقعه دي طلعها خالص من دماغك، دي مش معانا خالص النهارده، دي هناخدها ان شاء الله في الهيرنج. السيمي سيركلر كانال واليوتريكل والسكيول زي ما احنا قلنا كده جنرالي هم مسؤولين عن عمليه البالانس. كيف تتم البالانس باختصار؟ They detect the position of the head in relation to the body. الثلاثه دول يا جماعه اللي اسمهم الانر لابارينث، لابارينث اللي هي الانر اير، تمام. سيمي سيركلر كانال ديتكت انجولر اكسلريشن، يوتريكل اند سكيول ديتكت هوريزونتال اكسلريشن. بمعنى انا دلوقتي اما ابقى قاعد على كرسي زي اللي انا قاعد عليه دلوقتي ده، والكرسي ده بيلف كده، this is called angular acceleration، ان الجسم بيلف في اخوانا في دايره. اثناء الدوران، اثناء الدوران لازم يكون الايكوليبريم سنتر ان ذا برين اوير اباوت ذا بوزيشن اوف ذا هيد ان ريليشن تو ذا اذر بارتس اوف ذا بودي، عشان اقدر اعمل كوركشن للبودي بوزيشن لو حصل اي ديستربنس في البوزيشن. طيب انا بقول باختصار خالص، يعني ده كل ده موضوعات كبيره هناخدها بعدين. جزء الايكوليبريم ده، يبقى انا دلوقتي اثناء الدوران وانا بلف، البرين بتاع يا جماعه او مركز الاتزان اللي موجود في التمبرال لوب اورينتد بوضع الراس بالنسبه لبقيه الجسم. مين بقى اللي بيقوم بالموضوع ده؟ سيمي سيركلر كانالز، سيمي سيركلر كانالز. عشان كده بنقول ديتكت انجلر اكسلريشن. عشان كده لما بيجي يحصل ليجن في السيمي سيركلر كانال، this leads to what's called vertigo او vertigo. vertigo اللي هو الدوار. لو واحد عنده التهاب مثلا في اللابرنث، عنده لابرنثايتس، بيقول لك يا دكتور انا باجي اقف او احيانا حتى وانا قاعد بحس ان الدنيا بتلف بيا. الدنيا بتلف بيا كان انا بالظبط قاعد على ريفولفنج ايه؟ على ريفولفنج تشير. فاهميني كده يا جماعه؟ تمام. طب ايه بقى الهوريزونتال اكسلريشن؟ يعني ايه هوريزونتال؟ يعني انا للامام فورورد باكورد رايت اند ذا ليفت. زي وانت راكب في الاتوبيس او انت راكب في الباص، انت بتطلع لقدام قدام. حتى لو انت قافل عينك جربها كده وانت مروح النهارده، وانت قافل عينك هتحس خلاص ان الاتوبيس اتحرك لقدام. طب لو الاتوبيس بيرجع لورا وانت قافل عينك هتعرف الاتوبيس بيرجع لورا. وانت طالع في الاسانسير ده ابورد اكسلريشن، طالع لفوق، والاسانسير بينزل داون وورد اكسلريشن. المسؤول عن الوظيفه دي بقى مين؟ اللي هم اليوتريكل اند سكيول. مين يا اخوانا؟ يوتريكل اند سكيول. اوكي يبقى عرفنا وظيفه الفيستيبولار اورجان باختصار. طبعا لهم وظائف ثانيه كتير لكن انا بتكلم باختصار. they detect the position of the head in relation to the other parts of the body. بعد ما بيعملوا ديتكشن بالميكانيزم اللي هنتكلم عنها بعدين، يعملوا ايه بقى؟ يطلع بقى النيرف اللي اسمه يا جماعه اللي قدامك ده، النيرف ده اسمه ايه بقى؟ ها؟ فيستيبولار نيرف. فيستيبولار نيرف، اوكي. يبعت الامبلس بتاعته لمين بقى؟ للسيربيلم، للفلوكينودولار لوب. عشان كده احنا سمينا الجزء ده ايه يا اخوانا بقى؟ فيستيبولو سيربيلم. يا اما تروح الامبلس مباشره على السيربيلم، او يبعت الامبلس الاول للفيستيبولار نيوكليس اللي موجوده في البونز وهي اللي تبعت لمين؟ للسيربيلم. زي ما قدامك على الرسمه بالظبط في الدياجرام اللي قدامنا ده. طيب تمام. السيربيلم دلوقتي بقيه الباسوي، على فكره هو الباسوي هنا مش كامل، احنا دلوقتي قاصرين على دور مين بس يا اخوانا؟
سيربيلم، لان بقيه الباث واي سيربيلم من خلال البيدانكلز بيطلع الايف الرنتقابي بتاعته اللي بتروح للثلامس ومنها للايكوليبريم سنتر. لكن احنا عايزين دور السيربيلم، مالناش دعوه بالايكوليبريم سنتر حاليا. تمام؟ السيربيلم دايما اللي بيديله افرنت بيديله ايفرنت. يعني الفيستيبولر نيوكلس تدي للسيربيلم افرنت اللي هو فيستيبولو سيربيلر افرنت، هيديها برضو زي ما انت شايف ايه؟ ايفرنت هو الفيستيبولر نيوكلس. اوكي؟ ده رول نمشي بيه. اللي بيدي للسيربيلم افرنت بيديله ايفرنت. والله لو الحته في الميد برين يبقى داخله من خلال السوبيريور بدانكل، في البونز يبقى من خلال الميدل، تحت في المظله يبقى من خلال الانفيريور. طب انا رحت الامبلس للفيستيبولر نيوكلس. طبعا انا عارف بقى من محاضره الاستريشن ريفلكس الفيستيبولر نيوكلس بتنزل ايه يا جماعه؟ الفيستيبولو سباينال تراكت عشان تعمل كوركشن او بتزود التون في الناحيه اللي انا بلف فيها عشان ما اعش. اوكي؟ فتنزل الامبلس على مين؟ على الاكزيال ماسلز. الاكزيال ماسل اللي هي الفيرتيبرال كولمن ماسل. عضلات الفيرتيبرال كولمن، عضلات الترنك. عشان تعمل مينتنس للبوزيشن اوف ذا بودي اجينست ذا افكت اوف الاكسلريشن. فاقدر انا بلف ناحيه الشمال هتلاقي التون دايما بيزيد ناحيه الشمال. لو بلف ناحيه اليمين هتلاقي التون بيزيد ناحيه اليمين، لان انا ببقى بشغل الاير اليمين. خدت بال حضراتكم؟ الاير التون زاد الناحيه دي ليه؟ عشان ما اعش الناحيه دي. اقدر اعمل ايه بقى؟ يعني ادي كاونتر فورس، قوه مقابله عشان ما اعش في الناحيه اللي انا بلف ناحيتها. وضحت؟ تمام؟ ده اللي كنا بنسميه باختصار زمان كده، يقول لك السيربيلم مسؤول عن عمليه الاتزان بس. لكن ايه دور السيربيلم في الفولانتري او الانفولانتري موفمنت؟ كان اسمه يا جماعه سايلنت اورجن. السيربيلم كان اسمه سايلنت اورجن. يعني ايه سايلنت اورجن؟ يعني السيربيلم لو انا عملت له الكتريكال ستيميوليشن مفيش اي عضله تتحرك، وفي نفس الوقت الشخص ما بيحسش باي سنسيشن. عشان كده كانوا بيسموا السيربيلم ايه؟ سايلنت اورجن. لكن انت لما تيجي تبص على الكتاب بتاعك دلوقتي هتلاقي تقريبا 3 او 4 صفحات الفانكشن بتاعت السيربيلم في الفولانتري موفمنت. اوكي؟ كانوا دايما اساتذتنا كده يا جماعه يقول لك ايه؟ لما تيجي تتكلم على 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 فانكشن معينه ومش معروفه ما كناش نقول ات هاز نو فانكشن. ربنا سبحانه وتعالى مش خالق حاجه في الجسم مالهاش وظيفه. كنا بنقول ات هاز نو نون فانكشنز. يعني لها وظيفه بس دلوقتي مش معروفه. زي ما تشوف دلوقتي حالا. يبقى ده اول جزء عرفناه اهو اللي هو مين؟ اللي هو الارك سيربيلم او الفيستيبولو سيربيلم، هو المسؤول عن ايه يا شباب؟ عن مينتنانس للبوزيشن اوف ذا هيد بالنسبه لبقيه اعضاء الجسم اللي احنا سميناها ايكوليبريم ريسيفز فروم ذا فيستيبولار اورجنز. باختصار كده شرحت هما الفيستيبولار اورجنز دول، لكن هنتكلم عنهم بالتفصيل بامر الله. تعالوا نشوف صوره ثانيه كده اهي قدامك الدياجرام اهي. دي الصوره بقى الاناتوميكالي اللي فاتت، طبعا دي كانت الدياجراماتيكالي. لما نيجي نبص اهو ده انا عندي اللي هو الفيستيبولار نيرف اهو كده. يبقى ده خارج منين؟ وانا ده خارج منين؟ من هنا كده من الانر اير، من خلال الاوبننج اللي هي الانترنال اوديتوري ميتس. يروح بقى زي ما انت شايف دي مين يا جماعه؟ دي الفيستيبولار نيوكليس اهيت. يعني هو الدياجرام هنا جايب لك اللي على يمين انا، اللي على شمال حضراتكم الجزء ده، وهنا جايب لك الكي بتاعه الفيستيبولار نيوكليس. الفيستيبولار نيوكليس هتودي بقى لمين زي ما انت شايف؟ للفلوكلونودولار لوب، عشان كده سميناها فيستيبولو سيربيلم. ده الافرنت اهو. اتفقت معاك؟ دايما اللي بيدي افرنت بيديني برده ايه يا جماعه؟ ايفرنت. هو رجع الايفرنت بقى لمين؟ للريتيكولار فورميشن اهيت. والريتيكولار فورميشن برده ادت لمين كمان؟ للفيستيبولار نيوكليس. ده الريتيكولار فورميشن، ودي النيوكليس اللي هي الفاستيجيال. مش مهم اسامي النيوكليوي، اسامي النيوكليوي دي هيستولوجي، مش مهم اساميها خالص. هدي للفيستيبولار، والفيستيبولار تنزل الفيستيبولو سباينال تراكت، والريتيكولار تنزل الريتيكولو سباينال تراكت عشان اعمل كوركشن للبوزيشن بتاع البودي. ده درس يا جماعه عندنا كنا بناخده في البوست جرادويت، كنا هو درس جميل جدا يعني اسمه بوسترال ريفلكسز. انا قلت لكم يمكن حتى فكره عنه لما كنا بناخد الاسترتش ريفلكس، ازاي بعمل مينتنس للبوزيشن بتاع الجسم اجينست اي حاجه تعمل ديستربنس للبوزيشن. تمام. اي سؤال يا اخوانا في الفيستيبولو سيربيلم؟ اتفهم؟ يبقى اول فانكشن للسيربيلم اللي هي رقم واحد ايكوليبريم. ايكوليبريم تمام. رقم اثنين هناخد بقى الكونكشن بتاع السباينو سيربيلم. كونكشن اوف سباينو سيربيلم. بص هو الموضوع سهل ان شاء الله مش صعب. هو السباينو سيربيلم نفس الكونكشن برضو بتاع الكورتيكو سيربيلم، عشان ما تستقرش بين الكونكشن ودي الكونكشن، هو واحد. وفرق بينهم بس حاجه بسيطه خالص هنقولها في الاخر. بسم الله وبركاته. نشوف بقى الكونكشن بتاع السباينو سيربيلم ايه. بص هو قدامك الدياجرام اهو.
السباينوس ريبيلم ريسيفز افرنت فروم برين اند برين ستيم سنترز وبيدي افرنت للبريفرال بارتس اوف ذا بودي. طبعا هيدي البريفرال بارتس يبقى اوف كورس عن طريق السباينال ايه؟ سباينال كورد زي ما نشوف حالا دلوقتي. هرسمها لك. هرسم لك السباينوس ريبيلم بخط ايد انا عشان تبقى فاهم السلايد ماشيه ازاي او فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ومنها اقول الفانكشن، وبعد ما نخلص هنطلع الفانكشنز كلها على بعضها. نشوف اللي انا هرسمه تحت ده اهو، ده السباينال كورد. هي الرسمه دي بقى هتجيب لنا كل الفولانتري موفمنت. خد بالك معايا بقى، انا السباينال كورد طبعا طالع عندي الانتيور هورن سيل اهوت، طالع الموتور نيرف اللي بيغذي العضله دي، اللي دي المحاضره رقم 2. خلي بالك لسه في محاضره كمان عشان ازاي نحرك الحركه، نحرك العضله دي. انا شغال في فولانتري موفمنت تمام. طبعا ده الميد لاين، ده بحضرتك اهو البرزنتيشن اللي موجود في الموتور كورتكس زي السنسور كورتكس بالظبط يعني. تمام، ان كونترا لاترال يعني اللي بيحرك نص الجسم الشمال يبقى الرايت موتور كورتكس، واللي بيحرك نص الجسم اليمين يبقى الليفت موتور كورتكس. يبقى انا لما ارسم السيريبرال كورت، لما ارسم المصل دي، يبقى انا هرسم الكورتكس فين؟ هرسم الكورتكس هنا ولا هرسم الكورتكس الناحيه الثانيه؟ طبعا هرسم الكورتكس هنا. يبقى انا لما اجي ارسم الكورتكس ادي الموتور كورتكس اللي هي اريا 4 واريا 6، ان شاء الله هنتكلم عنهم بالتفصيل. الموتور كورتكس كل القصه انها عايزه تحرك المصل دي زي ما اتفقنا، هي عايزه تحرك الموتور العضله دي، بس الموتور كورتكس مش عارفه العضله دي احركها بسيكونس ازاي وباترن ازاي زي ما شرحنا في البيزل جانجلي. فتبعت الامبلس لمين؟ للبيزل جانجلي. البيزل جانجلي عملت بلان وبروجرام وبعدين راحت مرجع لها الامبلس مره ثانيه. سؤال، عشان انا يعني انا دايما بحب اسمع كده فيديوهات شرح لبرضه ناس اساتذه وناس بتاع، الواحد بيتعلم يعني. فهل ده يعتبر ديفكت في الموتور كورتكس؟ يعني هل الموتور كورتكس عندنا ده يعتبر فيها ديفكت ان مش هي اللي بتخطط؟ يعني انا سمعت مره في محاضره اقول لك دي خنزيره، الموتور كورتكس دي خنزيره ما بتفهمش حاجه، اللي بيفهم كله هو البيزل جانجليا. هل ده ديفكت في الموتور كورتكس ولا مش ديفكت في الموتور كورتكس؟ نفكر كده معانا. ما هو طالما انا سالت اكيد مش ديفكت. الماب اصلا لا، ما فيها الماب وفيها كل حاجه. يعني الموتور كورتكس كل وظيفتها، بس كل وظيفتها في الفولنتري موفمنت جاست اكسكيوشن، تنفذ. لكن اللي خطط وكمان السيربيلا هنشوف اللي يدور حالا دلوقتي. بصوا معايا بقى يا جماعه، الفولنتري موفمنت دي موجوده فين؟ موجوده في كل الكريتشرز اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، موجوده في الانسان وموجوده في الانيمالز. اوكي، يعني الانيمالز بتعمل ايه؟ بتتحرك ولا بتتحركش؟ بتتحرك. اوكي، اذا الفولنتري موفمنت دي بالنسبه للموتور كورتكس في الانسان دي وظيفه سهله، وظيفه تافهه ما اشغلش نفسي بيها. اوكي، فاهميني كده؟ الموتور كورتكس مشغوله بمهام اكبر اللي ميز بيها ربنا سبحانه وتعالى الانسان عن سائر المخلوقات، وهي الهاير فانكشن برين. محدش بيعملها غير انا بقى، الكورتكس بقى اللي فوق قشره المخ. الهاير فانكشن اوف ذا برين، التفكير والذاكره والنسيان والحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي والسبيتش وكل الكلام ده، ده الهاير فانكشن، ده اللي بيفرق مين. لكن كفولنتري موفمنت لا، اعملوها انتوا يعني، دي حاجه تافهه ما الحيوانات بتعملها. فده مش ديفكت خالص في الموتور كورتكس ولا ديفكت في السريبرال كورتكس. مش عيب ان انا ادي الحاجات الهايفه، الفولنتري موفمنت دي بالنسبه للكورتكس هايفه، في اللور انيمالز مثلا زي الضفدع الفروجز مثلا تعملها البيزل جانجليا، السب كورتيكال سنتر هي اللي تنفذها، لكن انا مشغوله بالوظائف الكبيره. تمام، بعد ما بعتت لمين بقى؟ بعد ما خدت اسف من مين بقى؟ من البيزل جانجليا هتبدا تنفس. هتنفس عن طريق الديسندنج تراكس اللي هم البيراميدال اند اكسترا بيراميدال. على الرسمه اللي قدامي دي طبعا هتبقى البيراميدال لانها هتبقى كورتيكو سباينال مثلا اللي انا راسمها دلوقتي. ادي الامبلس اهيت هتنزل من الكورتكس كده كروس طبعا الاوبوزي سايد للانتيرو هورن سيل عشان تبدا تنفس. اوكي، في اي مشكله لحد دلوقتي يا اخوانا؟ تمام، تعال بقى نشوف دور الجزء بتاعنا اللي هو السيريبيلم. ادي السيريبيلم اهو، وادي 3 بي دانكلز
حضرتك هتلاحظ حاجه من الرسمه اللي انا رسمتها. انا لما جيت رسمت السريبرال كورتكس رسمت الكونترالاترال سايد بتاع العضله، لكن لما رسمت السريبيلوم كورتكس رسمت الابسيلاترال سايد. اذا انا هستنتج ان السريبيلوم كنترول ذا فولانتري اند انفولانتري موفمنت اوف ذا سيم سايد اوف ذا بودي، يعني عضلات اليمين اللي بيحركها الكورتكس الشمال، لكن اللي بيشرف على الحركه هو السريبيلوم اليمين اللي في ناحيتي. زي ما انا شايف باين في الرسمه اهي، انا رسمت العضله اهي اهي ورسمت الكورتكس او السريبيلوم بتاع السيم سايد، لكن لما جيت رسمت السريبرم رسمت دي. اتفهمت؟ اي مشكله لحد دلوقتي؟ تمام. بص بقى معايا الامبلس اللي نازله من السريبرال كورتكس ده يا جماعه اهي كده اهي، this is called planned movement. خلي بالك العضله لسه ما اتحركتش، انا نزلت الامبلس من خلال الكورتيكوسبينال تراكت العضله ان انا هحرك العضله فلانه الفلانيه باتجاه كذا وفي معيار كذا، زي ما قلنا قبل كده بالنسبه للبيزل جانجليا الخطه اللي حاططها البيزل جانجليا. شوف بقى هيحصل ايه. ادي السريبيلا من في الاوبوزيت سايد اهو، بعت للاوبوزيت سريبيلا من خلال البونتاين نيوكلياي كورتيكو بونتو سريبيلر تراكس عن يا سريبيلوم. انا هحرك العضله كذا بسيكونس كذا وباترن كذا وفي تايم قد كذا. يبقى السريبيلوم دلوقتي خد ايه يا جماعه؟ ريسيفز واتس كولد ان افرنس كوبي، كوبي عن البلاند موفمنت. بعت له انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، تمام كده؟ بعت لك صوره، اتفضل ادي صوره كوبي للسريبيلوم للاوبوزيت سريبيلوم عن البلاند موفمنت. انا هعمل ايه؟ هتبدا بقى العضله تتحرك، اخيرا اخيرا العضله تتحرك، هتبدا تعمل كونتراكشن. في ريسبتورز موجوده في العضله هنا، زي ما خدنا مثلا ماسل سبيندل الجولجي تندون اورجانز اللي هي الديب ريسبتورز اللي امبيدد في العضله، تبعت افرنت امبلسز ادي الريسبتور للنيوكليوس موجوده في البوستيرور هور بتاع السباينال كورد اسمها كلاركس نيوكليوس. كلاركس نيوكليوس من الكلاركس نيوكليوس يطلع تو تراكتس، واحده تطلع في السيم سايد كده وتخش السريبيلم عن طريق الانفيريور سريبيلر بدانكل، هنسميها دورزل سباينو سريبيلر تراكت. وواحده تانية هتطلع، بس انا هرسمها منقطه وبعدين همسحها بس عشان الدياجرام يبقى صعب، كروس للاوبوزيت سايد كده اهيت، وتطلع في الفنترال سايد، فهنسميها يا جماعه بقى فنترال سباينوس ريبيلر، يعني 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 من المصل طلع اثنين سباينوس ريبيلر تراكس، واحده في السيم سايد اسمها دورزال سباينوس ريبيلم، والثانيه هتطلع اهيت كده 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 لحد الميد برين. لما تيجي عند الميد برين تدي تويجز للاوبوزيت ريبيلم، لكن مينلي كروس تو ذا اوبوزيت سايد، يعني عملت تريك كروس مره ثانيه. يبقى طالما في الميد برين هتخش عن طريق مين؟ السوبيريور سريبيلر ايه؟ بدانكلز، اسمها فنترال سباينوس ريبيلر تراكس. خلاص انا همسحها لان هما الاثنين شايلين نفس الامبلس. نعم. هل ده يعني لو في ليجن في سايد؟ اصبر اصبر، مفيش اي ليجن، انا لسه. خلينا الاول دلوقتي في الايه؟ في الفانكشن بس. اوكي؟ طيب انا دلوقتي لو توقعت السباينوس ريبيلر تراكس دي شايله ايه؟ انا لو توقعت انها ادت للسريبيلم انذر كوبي. كوبي اباوت ذا انتندد موفمنت. شوف الاولانيه كانت البلاند موفمنت، الثانيه الانتندد موفمنت، الاثنين اللي هم الاسبانوس ريبيلوم تراكس. انا العضله كذا هتحرك بسيكونس كذا، هتحرك بباترن كذا. اوكي التراكت دي سرعتها في النقل 120 متر في الثانيه، 120 متر في الثانيه الواحده، دي اسرع تراكت موجوده في الجسم. نقلت الامبلس، خلي بالك كل ده ايه؟ ده يا دوبك المصل ستارت الموفمنت، ده لسه بدات تتحرك. يبقى السريبيلم دلوقتي جات له كام كوبي؟ تو كوبيز. واحده من السريبرال كورتكس بالبلاند موفمنت،
واحده من العضله بالانتندد موفمنت. نتوقع ايه اول وظيفه يا جماعه للسيربيلم؟ يعني انا جات له صورتين، صوره الكورتكس عايزه تعمل ايه، وصوره من العضله هي اكتشوالي هتعمل ايه. انا كسيربيلم اعمل ايه؟ يعني اول وظيفه نتوقعها ايه؟ هقارن ما بين الصورتين. عشان كده بنقول اول فانكشن للسيربيلم اسمها سيرفو كومبريتور فانكشن. كومبريتور فانكشن. السيربيلم ريسيفز تو كوبيز، وان فروم ذا سيريبرال كورتكس اباوت ذا انتندد او اباوت ذا بلاند موفمنت، اند اذر فروم ذا ماسل اباوت ذا ايه يا جماعه؟ ذا انتندد موفمنت. اهم ادي صوره، ادي صوره. فالسيربيلم هيقارن ما بين الصورتين. انتوا بتقلبوا في الكتاب ليه؟ خليكم معايا، والله الكلام كله في الكتاب واكتر من اللي انا بقوله كمان، افهموا بس. تمام؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ هوقف كده واسمع اسئلتكم. زي ما قلنا السيربيلم كده جت اتنين كوبيز، وحضراتكم توقعتوا ان الصورتين متطابقتين، لكن في الحقيقه الصورتين غير متطابقتان او غير متطابقتين، صح؟ غير متطابقتين. They are not identical. اسال. طب ليه الصورتين غير متطابقتين؟ لان اي مومنت في الدنيا بيبقى لها حاجه اسمها مومنتوم، اللي كنا بنسميه في ابتدائي القصور الذاتي. ايه القصور الذاتي؟ ان العضله دي يا جماعه لما تبقى تتحرك بتاخد وضع الحركه، فنيفر انها هتقف عند الانتندد بوينت، تند تو اوفر شوت. يعني انا بقول انا عايز احرك العضله دي بسرعه كذا في اتجاه كذا بمعيار كذا عشان امسك الالم اللي قدامي ده. لا، لو السيربيل لو السيربرال كورتكس اعتمدت على العضله، انا ايديا بدات تتحرك فايدي خدت وضع الحركه، نيفر ان انا هقف عند الالم. لازم العضله ايه يا جماعه؟ يا هتعدي الالم يا هتقف قبل الالم، يا اما اوفر شوت يا اما اندر شوت، لكن مش هقف عند الانتندد بوينت. اقول لك يعني ايه كلمه مومنتم دي عشان تفهمها. انت وانت راكب برضه في الباص، وانت راكب جسمك واخد وضع الحركه، فالراجل السواق ضرب فربله، ايه اللي هيحصل؟ هل جسمك بيتني واقف ولا جسمك بيترمى لقدام؟ بيترمى لقدام، لان انا خدت وضع الحركه. This is called momentum. يبقى العضله مش هتنفذ المطلوب مش بمزاجها ولكن غصب عنها. فالسيربيلم لما يقارن ما بين الصورتين هيلاقي العضله مش هتنفذ المطلوب اكشوالي او حرفيا، وده هيسبب مشكله في الحركه. شوف بقى يعمل ايه؟ كالكيوليت ذا ايرور، يحسب نسبه الخطا اللي ما بين العضله والكورتكس عايزاه، ما بين الانتندد موفمنت والبلاند موفمنت. وبعد ما يحسب نسبه الخطا، السيربيلم ما عندوش القدره انه يصلح الخطا بنفسه. انا ما عنديش ديسندنج امبلسز بتنزل من السيربيلم على العضله، فيلجا لمين؟ للكورتكس. انا كراجل مهندس ما اقدرش اكلم العمال اللي عندي، انا لازم اكلم بقى مين؟ صاحب الشغل، هو المسؤول. فشوف السيربيلم يعمل ايه بقى؟ يطلع منه ايفرنت امبلسز من خلال السوبيريور سيربيلر بدانكل لمين يا جماعه؟ على الكورتكس ولا الثالاموس؟ هل في حاجه بتخش على الكورتكس من غير ما تعدي الاول على السكرتير؟ لازم ابعت لمين بقى؟ للثالاموس، النيوكلياي اللي اسمها فينترو لاترال اند فينترو انتيريور اللي خدناها المحاضره اللي فاتت اوف ذا ثالاموس. حلو قوي. شوف بقى الامبلس هتطلع من الثالاموس تروح على مين؟ على الموتور كورتكس. الامبلس اللي رايحه من الثالاموس دي يا جماعه شايله حاجتين، شايله اون سيجنال وشايله اوف سيجنالز. شايله حاجتين اتنين، اوف سيجنالز ان انا اوقف العضله عند الانتندد بوينت. طب هوقفها ازاي عند الانتندد بوينت؟ عن طريق الاون سيجنالز، ان انا اعمل كونتراكشن للانتاجونيستيك موسكل. فعشان كده الفانكشن نمبر 2 بريكنج فانكشن. بريكنج يعني ايه؟ بريك فرمله. فرمله العضله عند الانتندد بوينت، يعني مثلا انا مشغل الفليكسور اجي عند الانتندد بوينت الاكستنسور تو كونتراكت. فالاكستنسور تكلبش الفليكسور عند الانتندد بوينتس. انا مشغل الاكستنسور فالفليكسور كونتراكت عند الانتندد بوينتس، بنسميها بريكنج او دامبنج. كلمه دامبنج يعني بريكنج فانكشن. اترسمت قدامك دايره، فين الدايره؟ اهي
كورتيكو، بونتو، سيريبيلو، ثلامو، كورتيكال تراكت. تاني يا جماعه قدامي كورتيكو، كورتيكو دي ايه بقى؟ بونتو، سيريبيلو. اوكي هي بتروح على الدنتيت نيوكليس، خلاص سيريبيلو كفايه، ثلامو، كورتيكال تراكت، ده الافرنت والافرنت. سهله تمام كده؟ يبقى انا كده وقفت مين؟ العضله عند الانتند بوينت عن طريق الفورمولا. طب لو الوظيفه دي مش موجوده هيحصل ايه؟ لا استنتج بقى. يعني انا دلوقتي لو جيت اكسبيرمنتالي شلت السيربيلم، او لو حصل شخص جاله ستروك والستروك وقفت السيربيلم اللي بنسميه نيو سيربيلر سيندروم، هيحصل ايه؟ هيحصل ديسمتريا. يعني ايه ديسمتريا؟ يعني المسلز كان نوت ستوب ات ذا انتندد بوينت، ما اقدرش اوقف عند الانتندد بوينت. وهقول لك بنعملها التست ازاي في الاخر. يا اما العضله اوفر شوت يا اما اندر شوت، لان اللي كان بيوقفني عند مين؟ عند الانتندد بوينت مش موجود، اللي هي الامبلس اللي جايه منين يا جماعه؟ من السيرفر. اتفهمت؟ دي الوظيفه نمبر 2. يبقى اول وظيفه في لانتر موفمنت قلناها الكومبريتور، ان جات له اثنين كوبيز قدام حضرتك اهمت، فقارن بين الاثنين، لقى العضله مش هتنفذ المطلوب، راح باعت كوركتيف سيجنالز اللي هي بالاحمر دي اللي قدام حضرتك اللي هي دي اهي، دي الكوركتيف سيجنالز